السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم راح ناخذ محاضرتنا الأولى في مادة البرمجة على الحاسوب على لغة الماتلاب. طبعا بالبداية نستعرض بعض الأمور الأساسية بالبرنامج. واجهة البرنامج بنفتحها هي شاشة الرئيسيات، شاشة الإديتر هاي الموجودة هنا على اليسار، يعني نثبتها، وعلى اليمين هي الكوماند ويندو. قلنا الاديتر هي دائما نستعملها لغرض كتابة البرامج النظامية systematic programs. هاي البرامج وين راح نكتبها؟ على المنطقة اليسرى. النتائج مالتها وين راح تطلع؟ تطلع على يمين الشاشة اللي هي بالكوماند ويندو. فكتابة البرامج دائما تتم بالاديتر، والكوماند ويندو هو لغرض استعراض النتائج. طبعا هنا عندنا بعض الاعازات اللي احنا نستفاد منها. عندي اسماء مثلا كلمه ايديت اريد ازيلها وامسحها، فعندنا سي ال سي هو الاعاز اللي يمسح لي الكوماند ويندو. راح اخلي هنا سي ال سي يسحب لي الكوماند ويندو، ونقدر نستعمل الاعاز ايضا في شاشه الاديتر. نرجع الى شاشه الاديتر بالكليك عليها، نقدر مثلا نكتب برنامج بسيط ونشوف الامور اللي ممكن ننفذها. دائما نبدي بالاعاز كلير، نخلي فارزة و سي ال سي. كلير طبعا هو لتنظيف ذاكرة البرنامج من اي يعني متبقيات او ثوابت ومخزنة في ذاكرة البرنامج، حتى يكون يعني ما تختلط ويا المدخلات اللي انا يعني اضيفها فيما بعد. و سي ال سي قلنا هي تنظف لنا الكوماند ويندو. فرضا انا اريد اجري عملية جمع بسيطة. عندنا هنا مثلا نقدر يعني دائما بالبرمجة نستعمل المتغيرات حتى انفذ العمليات اللي اريدها. فاقول مثلا المتغير اكس هو قيمته 1، والمتغير اخلي هنا فارزه موقوطه، الفارزه الموقوطه هي تمنع الظهور المباشر للنتائج. واعطي متغير اخر اسمه واي، واي يساوي مثلا 2. من اجل عمليه الجمع اخلي متغير اخر مثلا زد، واقول زد يساوي لي اكس زائدا واي. بس النتائج شلون اظهرها على اليمين على شاشة النتائج على الكوماند ويندو؟ راح اقول له display زد. بس هذا برنامج بسيط، فراح اجي انفذ البرنامج. قلنا بتنفذ البرنامج نروح على ايقونة الرن ونضغط عليها، راح يطلب من عندي خزن البرنامج، اختار فد فولدر مثلا على الديسكتوب، وانطي فد عنوان معين، مثلا العنوان هو student. هو راح اضيف له اللاحقه ام، وراح اقول له سيف، فراح يقول لي تريد تغير المسار الافتراضي للبرنامج او الفولدر الافتراضي، راح اقول له تشينج فولدر، فراح تطلع النتيجه على يمين الشاشه اللي هو 3 اللي هي نتيجه جمع الاكس بلس واي. اوكي، فنقدر نجزم مختلف العمليات ونعطيها متغيرات اخرى. مثلا اذا رجعنا للبرنامج نضيف متغير W اللي هو يجري لي مثلا عملية القسمة، فراح أقول له W يساوي لي Y، أو خلينا نخلي X على Y. وهنا لما راح أقول له display أريد مو فقط ال Z، راح أقول له Z و W، نصير متغيرين أستعمل الأقواس المربعة، فأقول له Z فارزة W. استعملنا هنا أقواس مربعة لأن عندي متغيرين دا أطبعهم. أنفذ البرنامج مرة ثانية، راح يطبع لي الثلاثة والخمسة. الثلاثة اللي هي ناتج جمع X زائد Y، والخمسة والنص العفو اللي هي ناتج قسمة X على الواي. لاحظنا أنه هنا في البرنامج يضيف فوارز، ليش؟ لأنه عندي رقم بكسور، فمن البرنامج يكتشف أنه أي متغير بكسور راح هو يضيف فوارز من عنده بعد، يعني أو براتب عشريه بعد الفائزه، فضافوا 4 مراتب باي ديفولت. طبعا انا اقدر لاحقا اقلل هاي المراتب، عمليات الطباعه اللي يعني ممكن اجريها فيما بعد، يعني اوامر طباعه اخرى. طبعا نقدر احنا طرق الادخال عديده، هاي استعرضناها هنا هي ابسط طرق للادخال. من عندي رقم 1 اللي هو كان اكس واي، فدخلت بهاي الطريقه انه اكتب هنا المتغير على يسار او في بدايه السطر، وخلي اللي يساوي، وبعدين الرقم او قيمه المتغير
فانا خلينا رقم واحد. اوكي، اذا عندي مثلا مجموعه متغيرات مثلا هنا الاكس والواي ما اريدهم رقم واحد، اريد اجمع مجموعه ارقام في ان معا. فمن ادخل مجموعه ارقام البرنامج شو راح اسوي؟ يعني مثلا مو بس الواحد، راح اقول الواحد فارزه والخمسه فارزه السبعه فارزه حتى ارقام سالبه ناقص اربعه ثلاثه، صار عندي هنا خمس ارقام راح اريد ادخلها واجري عليها عمليه جمع في وقت واحد. هنا انا انسى عندي المدخل المتعدد لازم اضيف الاقواس المربعه، فاجمع الارقام الخمسه داخل قوسين مربعات، صارت عندي اس ال اكس، صارت عندي اس ال اكس مو رقم واحد وانما مجموعه من الارقام. هاي المجموعه من الارقام احنا نطلق عليها مصطلح الماتريكس. طبعا نقدر نضيف الملاحظه هنا نقول هاي ذا ماتريكس اكس، ذا ماتريكس اكس. طبعا هاي الملاحظه هنا ما راح تتنفذ عندي، مجرد حتى انت تعرف انه الاكس هنا اصبحت موصوفه هي ذا ماتريكس اكس. هسه هاي الماتريكس اكس شو راح اسوي لها؟ راح اجمعها ويا الرقم 2، يعني كل عنصر من عناصر هاي راح يجمع مع الواي، لانه انا ايش قايل؟ ان انا قايل اكس زائد واي، فالاكس اصبحت خمس ارقام لكن الواي بعدها رقم واحد. ونفس الشيء الاكس هنا هو ايضا خمس ارقام والواي ايضا بالمقام رقم واحد، فمره راح يجي عمليه القسمه عفوا عمليه الجمع يجمع المصفوفه اكس ويا 2، وبالحاله الثانيه راح يقسم عناصر الاكس على 2. خلينا نشوف ايش راح يطلع عندي من انفذ البرنامج. هنا صارت عندي مجموعة أرقام، نلاحظ إنه هنا الأرقام من الشاشة ما تكفي أو ما تستوعب لأنه صارت عندي هواي أرقام، فتبدي تطلع تنزل للأسفل، فنشوف الطباعة هنا صار عندي شلون نقول غير نظامية، أقدر شو أسوي؟ شوي أقلل الشاشة مالتي هنا، وأجي هنا ممكن هاي الفارزة أخلي فارزة موقوطة، الفارزة الموقوطة دائما هي تنزل لي سطر، يعني هنا هو ايش طبع؟ طبع الزيت ومباشرة يما طبع الواي، فنلاحظ هنا من نجي مثلا ثلاثة، ثلاثة هي عبارة عن واحد زائد اثنين، وراها شو اجى السبعة اللي هي الخمسة زائد اثنين، وراها التسعة اللي هي سبعة زائد اثنين، وراها ناقص اثنين اللي هي ناقص أربعة زائد اثنين، فالناتج هو ناقص اثنين، بعدين راح ينزل جوا لأنه ما كفى المجال، فثلاثة زائد اثنين وخمسة طبعها جوا، يجي هسه على عملية القسمة مباشرة كان بده يكمل على نفس السطر، أوكي؟ فاختلطت نتائج السطر الأول اللي هو زد مع السطر الثاني اللي هو دبليو. فحتى اخلي سطر جوا سطر ايش راح اخليه؟ راح اخلي الطباعه بالديسبلاي بهاي المنطقه اخلي مكان الفارزه فارزه موقوطه، فراح اقول له زد فارزه موقوطه دبليو، ايش راح يصير؟ راح يصير عندي الطباعه واحد يصير الاخر، اذا قللنا بعد الشاشه حتى تكفي النتائج. هسه راح نجي نفذ البرنامج مره ثانيه، فراح نلاحظ ان طبعت ظهرت النتائج بطريقه واضحه اكثر. فنلاحظ انه السطر الاول هنا هو ناتج الجمع بخمس عناصر مع الواي يعني مع اثنين، والسطر بالاسفل هو ناتج القسمه، ناتج قسمه الاكس على الاثنين اللي هو الواي. فاذا هسه الاكس هي مجموعه عناصر والواي عنصر واحد، اقدر الواي ايضا احوله الى مجموعه عناصر، يعني مكان ما هو رقم واحد اقسم ايضا على مجموعه ارقام، هنا من احوله على مجموعه ارقام بعد ما اقدر يعني لازم عدد الارقام بالواي يساوي لعدد الارقام بالاكس، فايضا اضيف خمس ارقام بالواي. فراح اضيف ارقام عشوائيه من عندي مثلا 2 4 فارزه 6 فارزه 1 فارزه مثلا 9. ما اقدر اوصل عندي خمس ارقام، انتبه الى انه هاي الفارزه المنقوطه ايضا تلاحظ هنا راح ارجعها الى فارزه عاديه واخليهم ايضا داخل اقواس مربعه. اخليهم داخل اقواس مربعه. هسه صار عندي خمس عناصر بالاكس وخمس عناصر بالواي. هسه عمليه الجمع ايش راح تصير؟ راح تصير يعني المنت والمنت. يعني الواحد راح ينجمع ويا الاثنين، اول عنصر من الاكس ينجمع ويا اول عنصر بالواي. ثاني عنصر بالاكس ينجمع ويا ثاني عنصر بالواي وهكذا. فإليمنت وإليمنت كل عنصر هي العنصر المناظر إليه، كل عنصر المصفوفة الأولى إكس ينجمع أو ينقسم مع العنصر المناظر إليه بالمجموعة واي. نجي هسه ننفذ النتائج ونشوف ايش راح يصير عندنا. نسوي رن
انا صار عندي ايرور. شو يقول الايرور؟ ايرور يوزنج هذا دايمنشن اوف ماتريس بينج يعني ما متساوي. ليش ما متساوي؟ اذا اكو فرق بالعدد. انا حقيقه مو فرق بالعدد اللي يصير. شنو هو عمليه الجمع؟ عندي ماكو مشكله. يعني هسه لو لغينا مثلا عمليه القسمه، اوكي راح اخلي هاي اشاره النسبه المئويه لانه هسه عمليه القسمه مو موجوده. نفذنا البرنامج مره ثانيه ايضا نشوف انه ما راح يصير عندي. نشوف 1 2 3 4 5 وهنا ايضا 5 عناصر. اللي يصير شنو هنا؟ انه هنا عندي يصير جمع الى مصفوفتين، اوكي اكس زائد واي. فمن عندي جمع لمصفوفتين هنا ايضا راح نلغيه لانه زد دبليو لغنى وهنا ما لغنى، فلازم الغيه من هاي المعادله ايضا. بس نطبع الزد وليس الدبليو. هسه راح تنفذ البرنامج. فلاحظ شباب انه هنا عمليه الجمع ما بيها مشكله. جمع كل عنصر يعني من المصفوفه اكس مع نظيره من المصفوفه واي. فالواحد ويا الاثنين هو ثلاثه، الخمسه ويا الاربعه هي التسعه، السبعه ويا السته 13، والناقص اربعه ويا الواحد ناقص ثلاثه، وهنا ثلاثه ويا التسعه 12. اوكي فمن لغينا عمليه القسمه ونفذ البرنامج. ليش القسمه سببت لنا مشكله؟ لانه دي يصير هنا قسمه مصفوفات. طب قسمه المصفوفات دائما ما اخلي يعني بس الشارحه للدلاله على القسمه سلاش، يعني اخلي سلاش وقبلها دوت. راح اقول له دوت سلاش دوت سلاش. انا هسه اقدر ارجع دبليو اللي حذفته بالبدايه، فاقول له زد هاي اذا منقوصه دبليو. هسه راح تنفذ ايضا عمليه القسمه. ليش صار هذا الشيء؟ لانه هنا بالجمع ما عندي مشكله، بس بالقسمه دائما من يقسم مصفوفات راح يلجا الى قسمه المصفوفات اللي هي موضوع اخر، ما راح تقسم اليمنت واليمنت. فانتبه يعني دائما انه بالقسمه وبالضرب والرفع للاسس استعمل الدوت قبل الاشارات، قبل الاشارات الرياضيه اللي هي يعني اشاره الاحرى فقط القسمه والضرب والرفع للاسس. اوكي فنلاحظ ان انا يعني السطر الثاني اللي هو اجرى عمليه القسمه 1 على 2 ونص و5 على 4 هو 1.25، والبقية أيضا نفس الطريقة. يعني هسه بنجي مثلا أسوي عملية خلينا نقول ضرب متغير آخر، مثلا راح أسميه آر آر كابتو. آر كابتو شو يساوي لنا؟ إكس مثلا إذا قلنا بس في واي ما راح أيضا أسوي، راح أسمي لي إيرور. إذا سوينا نفذ راح يقول لي إيرور عندك. ليش؟ لأنه أنا ما خليت دوت قبل إشارة الضرب، راح أخلي دوت أيضا هنا. وايضا اطبع سطر اخر اللي فايزه مضبوطه واطبع الار. نجي هسه ننفذ البرنامج راح يعطيني ثلاث اسطر. هذا السطر الاخر اللي ضفته هو للار اللي هو حاصل ضرب العنصر كل عنصر من المصفوفه اكس بما يناظره بالمصفوفه واي. تلاحظ انه الاثنين هي حاصل ضرب الواحد في الاثنين وال20، السطر الثالث هو الخمسه في الاربعه، وال42 هو 7 في 6، والناقص 4 وناقص 4 في 1 و3 في 9 هي 27. فعندي هاي ثلاث اسطر انطلعت عندي. طبعا هاي الثلاث اسطر اقدر احولها الى ثلاث اعمده. نقدر شلون نحولها الى اعمده؟ نضيف هنا في نهايه الطباعه، يعني هذا نهايه الاقواس المربعه، راح اضيف هذا اللي هو نسميه السنجل كوت علامة الاقتباس العليا، راح يجيب لي المصفوفة كلها ويحول لي الأسطر إلى أعمدة. بس إذا طلعنا مرة ثانية راح نشوف إنه تحولت الأسطر إلى أعمدة، يعني السطر كان قبل سطر أول تحول إلى عمود أول. نقدر نطلع المصفوفتين يعني نريد عملية الطباعة. نقدر هاي نسخر عملية الطباعة كنترول سي ونيجي جوا كنترول في، واحدة نقلبها واحدة ما نقلبها. فالثانية راح أقلبها، فالأولى ما راح أقلبها حتى تشوف الفرق. فنلاحظ انه المصفوفه الاولى هي التي لم تقلب، والمصفوفه الثانيه التي تم اجراء عمليه القلب عليها عن طريق السنجل كود. اذا لاحظ السطر الاول اللي بي 3 9 13 ناقص 3 12 اصبح 3 9 13 ناقص 3 3 12 صار عمود اول. جانب السطر الاوسط صار العمود الثاني، السطر الاخير صار العمود الثالث. نكتفي بهاي المحاضرة وإن شاء الله نشوفكم في محاضرات أخرى. شكرا جزيلا.
Yeah.